النهارده موضوع الرقمنه بكل هدوء، قول لي ايه هي، ما مقصود بالرقمنه عشان الساده المشاهدين يا رب. هو مبدئيا المصنع اللي حضرتك بتتكلم عنه اللي هنتكلم عليه بعدين في حلقات تانية يوم افتتاحه ان شاء الله، باذن الله. اللي هو بدأ انتاج فعلا تجريبي. تمام. المصنع ده شغال بالرقمنه. ايه هي الرقمنه؟ الرقمنه هو بص، هي ليها اكتر من وجه وليها اكتر من معنى. في رقمنه اللي هو التحكم الالكتروني في الاله، دي رقمنه. في بقى ان انا ازاي اراقب الاله، ويبقى في محاكاه بيني وبين الاله، نكبرها شويه تبقى محاكاه بينك وبين المصنع نفسه. يعني النهارده احنا اوريدي عملنا مصنع فيه محاكاه، اقدر اراقب كل حاجه فيه، اقدر اربط علاقه بين الماشين الاله وبين الحسابات، اقدر اربط الاله نفسها بالمخازن، اقدر اربط الاله بالاتش ار. يعني الاله دي بتراقب المشغل بتاعها، والداتا بتطلع لي، اقدر اعرف العامل ده واقف قد ايه ومعدل ثباته، اقدر اقيس معدل ثباته ومعدل ادائه الفعلي والحقيقي لمجرد ان انا براقبه بشويه سنسورز صغيره. الرقمنه ده موضوع كبير قوي وبتصرف عليه مليارات، وعشان تشتري سيستم رقمنه من اي شركه من الشركات العالميه، لا انت بتدفع مليارات، مش يعني ما ينفعش يقل عن كده، ممكن تبقى مليارات الدولارات. لا احنا في مصر عملناه، لا احنا في مصر عندنا الكوادر اللي تعمل ده. احنا في مصر يا عندنا فندم كوادر، عملناه بدون الاحتياج للبرامج اللي بالمليارات دي. احنا يعني بص، هو مقدار، او انا كجهاد يعني الشركة بتاعت حضرتك، عندي يعني ربنا اداني موهبة ان انا كوردينيتور، بقدر يعني انا ممكن اكون مش عندي من كل زهرة بستان، تمام، بس في حته كده انا بقدر من كل بستان زهرة، من كل بستان زهرة، فبقدر اجمع بين مهندس الكهرباء اللي هو مهندس الكترونيات اللي زيي ومهندس الميكاترونكس او البرمجيات، واطلع منهم حاجه هم نفسهم مش عارفين هي طلعت ازاي. خلاص؟ تمام. وبالتالي كان عندي مشروع كده، انا عايز اراقب المنتج بتاعي، خام دخل كام؟ المرتجع قد ايه؟ دخل على المكنه كام، طلع قد ايه، مرتجع على المكنه قد ايه، وكل ده بيسمع بالكيلو ويضرب في الرقم بتاعه في الكوست، في قسم التكاليف، تقدر تعرف المكنه دي عامله ايه. مثلا خط انتاج زبادي اقدر اراقبه واقول انا طلعت كام واحد علبه النهارده بكام، وتسمع على سيستم مصر الرقميه. يعني انا دلوقتي عندي مصنع زبادي مثلا وبطلع 200,000 عبوة في اليوم مثلا، انت بقى كجهة رقابية او كالاونر او الشيء المتابع يقدر يعرف انا طلعت 200,000 علبة وفي منهم 10 بايظين بدون ريبورت، يعني بدون اي ريبورتنج، ما انتش محتاج اشخاص تعمل ده. ازاي يا عم؟ ايوه يا فندم، ده طبيعي، ده موجود، هي دي الرقمنة. ده جزء من الرقمنة، جزء دي مثل يعني، ده جزء من الرقمنة. تمام. من الرقمنه ان انا اتحكم في المصنع واشغله ووقفه واعرف هو بيعمل ايه وانا مش موجود، لا انا نمت وصحيت اقدر اعرف الهيستوري اللي عدى. تمام. وطبعا احنا بنطبق مثلا نظام السكادا سيستم. السكادا سيستم اغلب الناس بتستخدمه، نظام سكادا لرقابه المكنه وتسجيل السكادا سيستم. سكادا يعني ده نوع من انواع البرامج اللي بنشتغل بيها في تشغيل المصانع. اسمها سكادا سيستم. سكادا. تمام. خلاص، بيبقى مرتبط بالبي ال سي اي وكلام من ده. تمام. وطبعا معايا ابني، مش هقول لك بقى يعني محمد، المهندس محمد، ومعانا المهندس تامر صديقي، بقى ما ينفعش اقول ابني، هو صديقي. تمام. ومن زمان راجل بروفيشنال في الكهرباء، وقدرنا نعمل السكادا. انا بشتغلها من زمان بس انا كبرت بقى، فلازم يبقى في ايه الجيل اللي بعده يشتغل. لا لا لا، في ايه؟ فبدانا نعمل السكادا دي. السكادا معروف تشغل مكنه، لا انا ربطت السكادا ببرنامج مثلا اودو حسابات، تقدر تربطه ببرنامج اوراكل، بتقدر تربطه بالاكسل العادي خالص، مش حدش بيعمل ده. فازاي انت تقدر تربط اداره ماليه فاينانس باداره انتاج؟ احنا عملناه بدون الاحتياج لبرامج خارجيه خالص، باقل التلزيم. لعلمك دي من سمات العقل المصري، زي حرب اكتوبر كده، بخرطوم الميه وهدينا اسطوره خط برلين. نفس الحوار، نفس الكلام.
نفس الكلام نفس يعني الكلام. احنا